تابعوا نساء في العاصفة مرتين، مرة مساء الثلاثة ومرة مساء الأربعة، أكيد بنفس الموعد الساعة 8:30 بعد نشرة الأخبار. أما هلأ منبقى مع الحلقة الثانية من الجزء الثاني من نساء في العاصفة، وبتمنى لكم أوقات سعيدة مع برامج تلفزيون لبنان. أنت مين؟ أنا الممرض. ممرض؟ الرجال ما بيفوتوا على الأوضة غير الحكيم طبعاً. أنت ممنوع تفوت لهون، مينك أنت؟ لحقوني لحقوني مجرم مجرم حقوني. شوفي يا مجرم، شو عم تعملي عندي؟ عواقف المصل، شك إبري، ما بعرف شو هي، بدي أقتل الماما. روقي جنى، وصفي
شعره خفيف، عنده لحيه ما بعرف قد طوله، ما بعرف، بس لازم تلقطوكي، بده يقتل الماما. جنى روقي، امك بألف خير. يا عادل لو ما لحقتها كان قتلها، شو حقن بالمصل؟ بدي اعرف. يا جماعه تكهناتنا بمطرحها، الحادث مدبر. عرفها ما ماتت من الحادثه، لحقها على المستشفى تيقتلها. يا عيني ما لحي راسي، مستشفى بيسرحوا وبيمرحوا فيها المجرمين. شو حكيم؟ حقنة بوتاسيوم كلورايد، دوز كبيرة، يعني لو وصلت على شرايينها كانت ماتت؟ دكتور عبد الحميد. نعم. هلأ بدي نقول الماما على بيروت، مش قبل ما يخلص التحقيق. ما رح تفيدكن بشي، كوما، نايمة، ميتة هي وعايشة. يا عادل هلأ. يا جماعة أنا موقفي صار محرج، بعتذر على اللي صار، بس هيدي أول مرة بتحصل معنا هيك حادثة. مجرم يتنكر بروض ممرض ويقدر يدخل على غرفة العناية، هيدي بعد ما صارت. بدي أنقلها، ببعت أحدث أمبيلانس من بيروت، ما بدي تأخير، مش ناوي أخسر الماما. مع حق. على القليل تيرجع كمال بتقريره، أنا فصلت حرس عبابة وعباب الشوفير. آنسي جنى، بحق لك تنفعلي، بس بهمنا بالأول نعرف الملابسات. اه والله يا اساتذه، سعيد الشوفير قدر يحكي وطلب يشرب. صحتين سعيد، كيف حاسس؟ ما بعرف. ما بتعرف كيف حاسس؟ ما بعرف شو صار معي. صار معك حادث. ست، وين الست؟ ست منيحة. ما بعرف. هالمرة ما بتعرف شو سعيد؟ أول مرة بتصير معي. شو هي سعيد؟ اتركوه يرتاح. ما صدقنا كيف وعي حدا منهم تنعرف شو صار. تعبان، اتركوه يرتاح. سعيد، سعيد، منخلي جنى تحكي معه. فكرة. موجوع سعيد؟ إن شاء الله يجينا كمال بالنتيجة بسرعة. جرب احكي معه. سعيد، سعيد، أنا جنى، سمعني؟ ست جنى؟ الحمد لله على سلامتك. وين الست؟ الست منيحة، المهم هلأ أنت. ليلي مشغول عليها. خبر جنى كيف صارت الحادثة. يا عم يفتح عينيك. روق عليه. سعيد، سعيد، الماما بتسلم عليك وبتقلك الحمد لله على السلامة وتتخبرنا شو صار. وين الست؟ عندها إشعة. خبرني شو صار معك. كل شيء كان طبيعي لحد بعد تونيل شقة. السيارة ما عادت سيارة. شو يعني؟ يعني الفريمات ملعوب فيها، انباريش الزيت منسلينا تنزيل بشكل تطول المسافة أكتر وأكتر. حلمت الفريمات لحد الشمال وفرطت. نعم أساتذة، السيارة ملعوب فيها. أكيد من كلامك؟ ولو، شغلت حضرة النقيب. بتعمل تقرير خطي؟ أكيد بعمل، وكل التفاصيل كمان. ما بدها شك نقيب عزمي، ما عندك المجرم اللي حاول يقتل نهلة راشد بالمصل، ما هو الدليل على الحادث. شو؟ بس جنى تداركت الأمر.